في السورة التي قال الله تعالى فيها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وتلقينا هذا الأمر وفرحنا به وأصبح من بعده عيدا. في نفس السورة قال تعالى: كتب عليكم القتال، فرض وهو كره لكم. لا أحد يحب القتال ولا القتل ولا يسعى إليه، لكنه فرض عليكم وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى في الجيل القرآني الفريد، مع خير بشر صحبوا خير نبي، قال الله فيهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أحب الصحابة أن يقابلوا العير مع أبي سفيان والتجارة، ولا يقابلوا النفير مع أبي جهل والجيش والعسكر. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وحفظ العقيدة مقدم على حفظ المال، وتطهير المقدسات والدفاع عن الأوطان. الدفاع عن الأوطان فريضة عند كل إنسان حر يؤمن بالله أو ملحد. أي إنسان حر يجري في عروقه قطرات من دماء الحرية يسعى في خلاص بلده وفي تحريرها وفي إزاحة المحتل عنها. فما بالنا إذا كانت بلده مقدسة، ليست بلدا عاديا، بلد مقدسة، بلد مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كلام ده في مكة، والله يسميه المسجد، والنبي ما زال في مكة، اسمه المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.